بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله القوي الأمين. أنطلق من هذا المكان المبارك حيث المسجد الأندونيسي الكبير لأقدم التحية والأخوة والتضامن مع الشعب الأندونيسي، كما نعبر عن تضامننا ونشعر بالألم الكبير للحالة التي وصل إليها الكثير من قطاعات الشعب الأندونيسي الذي يعاني من مرض كورونا المتجدد، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز الشعب الأندونيسي هذه المحنة ويعود إلى قوته وإلى مناعته. اللهم آمين.